وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية في برنامجكم الكنوز الدفينة، حيث نقدم لحضراتكم من الدرر النيرة التي أفاء الله بها على حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه الصلاة والسلام في صدق رسالة ديننا الحنيف الإسلام، وصدق حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصدق دعواه عليه الصلاة والسلام. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الأستاذ الكريم عبد القادر إبراهيم مدلل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، بعثة الأنبياء والرسل تأتي لإزالة الشر وإبعاد الظلم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. كيف نستطيع أن نعرف وكيف نستطيع أن نتقدم في مشوارنا مع الأنبياء والرسل؟ يقدم حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتاب التبليغ بعض الاقتباسات نقدمها لحضرتكم مع أستاذ عبد القادر، تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حضرته في كتاب يعني التبليغ هو يوجه رسائل للعلماء، علماء المسلمين بشكل عام، وهو يبين يعني من خلال هذه الرسائل أنه هو مبعوث من الله عز وجل طبقا للسنة الإلهية في يعني التعامل مع البشر. ولأن الله عز وجل بين أن سنته اقتضت أن الأمم يتم إصلاحها من خلال مبعوث سماء، مبعوث من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال: وما من أمة إلا وخلا فيها نذير. النقطة الأخرى، يبين حضرته أن مهمته أتت لإحياء الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، جاء لإظهار جمال وجلال التعاليم الإسلامية في الوقت الذي أصبح الإسلام فيه غريبا، وأصبح الإسلام بعيدا عن نبعه الصافي والفهم يعني الجوهري والأساسي للإسلام، أصبح غائبا بكل أسف، لأن القوم تحقق فيهم قول الله عز وجل: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فحضرته يقول لهم: تعالوا نغوص في اللب وفي لب اللب وليس في الكشور، حتى نصل إلى روح الإسلام وجوهره. وهو حضرته يبين هذه المهمة، إنما أتى ليكون بها بتكليف من الله عز وجل بصفته مجدد وبصفته النذير وبصفته المصلح. وأنه يبين حضرته أنه نال هذا المقام وهذا التشريف بسبب حبه وطاعته لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فحضرته هنا يقدم ويخاطب بشكل خاص يعني المشايخ ويخيرهم إما أن يختاروا اللعنة أو البركة. فلنسمع إلى ما قاله حضرته بشكل خاص إلى العلماء والمشايخ. يقول حضرته: إني، وهذا من كتاب التبليغ طبعا، إني جئت لإعلاء كلمة الإسلام وأنتم تخالفون، وأريد أن أجدد دين الله وأنتم تزاحمون. ألا ترون أن الإسلام عاد غريبا وورد عليه ما لم يره الراؤون ولا رواه الرابون؟ ما لكم لا تأخذكم الرجفة من هذا ولا تتألمون؟ وما لكم لا تغيرون على هذا ولا تشتعلون؟ أأنتم رجال أم مخنثون أيها الجاهلون؟ ألا ترون أن الفتن قد تعاظمت
وأن ظلماتها قد عمت وأحاطت، وأن الأرض ألقت ما فيها وتخلت، وأن البدعات قد ثرت وكثرت، وأن تعاليم القرآن قد رفعت، والنفوس إلى الأرض أخلدت، وإلى الدنيا مالت، وتغطت الآراء تحت البدعات، وفي الأهواء أفرطت، وكل قوم أفسدت طريقها وضلت، فما بقي بعد ذلك ما ينتظره المنتظرون. وإني والله من عنده، ودعوت الناس من أمره، فليختبر المختبرون. وإني أضع أمام العلماء والمشائخ لعنة وبركة، فليأخذوا منها ما شاءوا، وليميلوا إلى ما يميلون. أما اللعنة فللذين يكذبونني باتباع الظن، ويكفرونني رجما بالغيب، ولا يعلمون الحقيقة، ولا يتدبرون، ولا يطلبون مني ما يشفي صدورهم، ولا يحضرونني ليشاهدوا الآيات، ولينجوا من الشبهات كما يفعل المتقون. ألا إنهم هم الذين شقوا في الدنيا والآخرة، وعليهم لعنة الله بما يكفرون، وعليهم لعنة الله بما يكفرون المسلمين بغير علم، وبما كانوا يظنون ظن السوء، وبما كانوا يستعجلون. وأما البركة فللذين يسمعون كلامي، ويرون آياتي، ويظنون بأنفسهم خيرا، ويقبلون الحق ولا يستكبرون، فأولئك هم الذين سعدوا في الدنيا والآخرة، وقاموا لطلب الحق فهم يطلبون. لا يمشون مكبين على وجوههم، ويسألون عند كل شبهة لينجوا منها، ولا يصرون على الباطل ولا يغفلون. فعليهم صلوات الله ورحمته وبركاته، وهم مرحومون. يا أيها الناس، اسألوني إن كنتم تشكون، وادعوا الله تضرعا وخفيا، واستكشفوا منه يكشف عليكم، ولا تقعدوا مع الذين يخوضون بشر من عند أنفسهم، ولا يتبعون سبيل الرشد، ولا يطلبون الحق وهم مستكبرون. يا أيها الناس، توبوا قبل أن تغلق أبواب التوبة وأنتم تنظرون. يا أيها الناس، اجتنبوا مجالس قوم متصوفة يقولون إنا نحن لجستيون، وإنا نحن لقادريون، يأتونكم في جلود النعاج، وهم ذياب مفترسون، ترونهم أذنا للأغاريد، والمعرضين عن سنن النبي الوحيد، وأكثرهم فاسقون. قرموا لقينات غيداء، ودعوا الشريعة الغراء، وخلعوا رسنهم واتبعوا الأهواء، فهم عليها منتكسون. ما لهم من علم من معارف القرآن، وما مست قريحتهم دقائق الفرقان، ويحسبون أنهم إلى قصوى المطالب فائزون. وإذا قيل لهم اتبعوا داعي الله، قالوا لا نعلم ما الداعي، وإنا نحن الراشدون المرشدون. وإذا دعوا إلى الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، لووا رؤوسهم استكبارا، واتخذوا نذر الله هزأة، وبهم يستهزئون، ويقولون إن المحدثية وشرف المكالمات الله وشرف رسالته ليست بشيء، ولو شئنا لجعلنا أدنى مريدين بالغ هذا المقام، ولكن لمثل هذه الأمور كارهون. ختم الله على قلوبهم، فهم لا ينظرون إلى الحق ولا يقصدونه،
ولا يقصدونه ولا يجلون ويحتقرون الذي أرسله الله إلى عباده ويقولون قد أنبأنا الله إنه كافر كذاب ويصرون على قولهم وهم يكذبون ويقولون إن البركات كلها منوطة بالبيعة وما لهذا الرجل شرف ببيعة شيخ من المشايخ وما بيعتهم إلا كصفقة المغبون وإن قولهم إلا كذب نحته الصواغون. معنا اتصال الأخ العزيز عبد الرحمن من إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مجاهل أخي عبد الرحمن، نحن أنت معنا. ما بالخدمة إن شاء الله. كيف بس عبد الرحمن؟ جزاكم الله. أخ عبد الرحمن السلام عليكم. جزاكم الله. السلام عليكم. نعم أخ عبد الرحمن نحن معك. ما بالخدمة إن شاء الله. كيف بس عبد الرحمن؟ جزاكم الله. ربما هناك في مشكلة في الاتصال، نعود مرة أخرى إذا عندكم توضيح. نعم، هو يعني حضرته يوجه هذا الكلام يعني المشايخ الذين ينتهجون نهج يعني التكفير، ويقول هذا ليس هو طريق التقاء، فلا بد لكم أن يعني تتيقنوا وتستبينوا وتتبينوا. يعني يدعوهم حضرته إلى أنهم حتى يتقوا هذه الشبهات ولا يقعوا في سوء الظن، عليهم أن يستمعوا ويحسنوا الاستماع ويتحروا الحقيقة. يتحدث حضرته عن يعني بعض الطوائف يعني الصوفية التي ابتدعت يعني بدعات معينة، ويقول حضرته أن هؤلاء الناس يرون أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة إلى من يرشدهم، فهم هم المرشدين، يعني يرون أنهم وصلوا إلى مقامات عليا، فيقول أنهم وقعوا في حالة من الاستكبار وعدم التواضع، ولذلك يعني هم لن يروا هذا النور الذي جاء به حضرة المسيح الموعود عليه السلام. نعم، نستمر بما جاء به حضرة المسيح الموعود صلى الله عليه وسلم في كتابه التبليغ، ويقول: يا أيها الناس توبوا توبوا، فإن الأيام قد كملت وساعة الله قد اقتربت، فطوبى لعين أمعنت ورأت، وطوبى لأذن أصغت وسمعت، وطوبى لقدم إلى الحق نهضت وسارعت، وطوبى لقوم هم يقبلون الحق ولا يعرضون. أيها المسلمون، جعلكم الله مسلمين، اعلموا أني من الله وكفى بالله شهيدا، واعلموا أنه ينصرني ويؤيدني ويعلمني ويلهمني وأعطاني من معارف لا يعلمها أحد إلا بتعليمه، فما لكم لا تقبلون ولا تمتحنون. أيها الناس، ادنوا مني ولا تتحولوا، وافتحوا أعينكم ولا تغضوا، وادخلوا في أمان الله ولا تبعدوا، وتطهروا عن الحقد والشنآن ولا تلطخوا، وتجلدوا إلى التوبة ولا تستأخروا، ولا تفرطوا في سوء الظن، واتقوا واجتنبوا، واستعينوا بالصبر والصلاة وجاهدوا، ولا تعجلوا، وادعوا الله متضرعين، واطرحوا بين يدي ربكم، واسألوه حقيقتي وحقيقة أمري بكل قلبكم وبكل توجهكم وبكل عزيمتكم، وبصدق همتكم يكشف الأمر عليكم، وتجابوا. السلام عليكم أيها الأتقياء الأصفياء من العرب العرباء، السلام عليكم يا أهل أرض النبوة وجيران بيت الله العظمى،
أنتم خير أمم الإسلام وخير حزب الله الأعلى، ما كان لقوم أن يبلغ شأنكم، قد زدتم شرفا ومجدا ومنزلا، وكافيكم من فخر أن الله افتتح وحيه من آدم وختم على نبي كان منكم ومن أرضكم وطنا ومأوى ومولدا. وما أدراكم من ذلك النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد الأصفياء وفخر الأنبياء وخاتم الرسل وإمام الورى، قد ثبت إحسانه على كل من دب على رجلين ومشى، وقد أدرك وحيه كل فائت من رموز ومعان ونكات علا، وأحيا دينه كلما كان ميتا من معارف الحق وسنن الهدى. اللهم فصل وسلم وبارك عليه بعدد كل ما في الأرض من القطرات والذرات والأحياء والأموات، وبعدد كل ما في السماوات، وبعدد كل ما ظهر واختفى، وبلغه منا سلاما يملأ أرجاء السماء. طوبى لقوم يحمل نير محمد صلى الله عليه وسلم على رقبته، وطوبى لقلب أفضى إليه وخالطه وفي حبه فنى. يا سكان أرض أوطأتها قدم المصطفى، رحمكم الله ورضي عنكم وأرضى، إني ظني فيكم جليل وفي روحي للقائكم غليل. يا عباد الله وإني أحن إلى عيان بلادكم وبركات سوادكم، لأزور موطئ أقدام خير الورى، وأجعل كحل عيني تلك الثرى، ولأزور صلاحها وصلحاؤها ومعالمها وعلماءها، وتقر عيني برؤية أولياءها ومشاهدها الكبرى، فأسأل الله تعالى أن يرزقني رؤية ثراكم، ويسرني بمرآكم وبعنايته العظمى. يا إخوان، إني أحبكم وأحب بلادكم، وأحب رمل طرقكم وأحجار سككم، وأوثركم على كل ما في الدنيا. يا أكباد العرب، قد خصكم الله ببركات أثيرة ومزايا كثيرة ومراحمه الكبرى، فيكم بيت الله التي بورك بها أم القرى، وفيكم روضة النبي المبارك الذي أشاع التوحيد في أقطار العالم وأظهر جلال الله وجل، وكان منكم قوم نصروا الله ورسوله بكل القلب وبكل الروح وبكل النهى، وبذلوا أموالهم وأنفسهم لإشاعة دين الله وكتابه الأزكى، فأنتم المخصوصون بتلك الفضائل، ومن لم يكرمكم فقد جار واعتدى. نواصل ما يعني كتبه حضرته في كتاب التبليغ، وهذه الرسالة يعني كانت هي موجهة للعرب. يا إخوان، إني أكتب إليكم مكتوبي هذا بكبد مردودة ودموع مفضوضة، فاسمعوا قولي جزاكم الله خير الجزاء. إني امرئ رباني الله برحمة من عنده، وأنعم علي بإنعام تام، وما ألتني من شيء، وجعلني من المكلمين الملهمين، وعلمني من لدنه علما، وهداني مسالك مرضاته وسكك تقاته، وكشف علي أسراره العليا، فطورا أيدني بالمكالمات التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها ولا خفاء، وتارة نورني بنور الكشوف التي تشبه الضحى. ومن أعظم المنن أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمان إماما وخليفة
وبعثني على رأس هذه المئة مجددا ليخرج الناس إلى النور من الدجى وأنقلهم من طرق الغي والفساد إلى صراط التقوى، وأعطاني ما يشفي النفوس وينفي اللبس المحسوس ويكشف عن الخلق الغمة. وإن تعاليم القرآن قد رفعت والنفوس إلى الأرض أخلدت وإلى الدنيا مالت وتغطت الآراء تحت البدعات وفي الأهواء أفرطت وكل قوم أفسدت طريقها وضلت، فما بقي بعد ذلك ما ينتظره المنتظرون. أستاذي معنا اتصال نأخذه، الأخ العزيز رضوان الكسيمي من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أخي رضوان، تفضل. أهلا وسهلا. حياكم. أهلا وسهلا أخ. تفضل أخي رضوان، معكم. نعم نحن نسمع، تفضل. أخي راشد، السلام عليكم. أخي عبد القادر مدلل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي رضوان. الحمد لله على الفرصة. نحن نسمعكم. الحمد لله على الفرصة، وأشكر الله سبحانه وتعالى منحني هذا اليوم. أخي راشد، أنا أحمدي منذ 2008. الحمد لله. والحمد لله بعت في 2019. وأنا رأيت رؤيا أخ راشد، رأيت رؤيا سبحان الله، لها من الله رؤيا في المنام. رأيت المسيح الموعود ورأيت عيسى بن مريم من تم. سبحان الله، سبحانك يا جليل. رأيت رؤيا سبحان الله من تم، وأنا كنت لا أؤمن بالتفسير التقليدية أصلا سبحان الله. نعم. والآن سبحان الله لها لقيت الخشوع والنشوة وفي الأحمدية سبحان الله، جزاكم الله خيرا. نعم أخي رضوان. نعم نحن نسمعكم، تفضل استمر. الحمد لله. وأنا الأخ راشد، أخ راشد في مدينة القنيطرة بالمغرب، أحمدي في واحد في القرية، بعيد عن المقر، بعيد عن الإخوان، بعيد عن، فلهذا تأخرت. أنا أتأخر. لا حرج، لكنك لحقت هذه السفينة. نعم. لا حرج، ربما تأخرت قليلا لكن لقد لحقت بهذه السفينة. لحقت ب 2008. أنا عرفت الأحمدية 2008. أنا أحمدي. نعم. طيب ماشي الحال أخي العزيز رضوان، بارك الله فيكم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يثبتكم ويبارك فيكم وفي ذراريكم، وإن شاء الله تكونوا مباركون بإذن الله تعالى. نشكركم على هذه المشاركة. أستاذ عبد القادر تفضل. نقرأ من كتاب حمامة البشرى لحضرة المسيح الموعود عليه السلام. يقول حضرته: فاعلموا يا إخواننا رحمكم الله وحماكم وحفظكم أن الله اطلع على الأرض في هذا الزمان فوجدها مملوة من الفسق والكفر والشرك والبدعات وأنواع المعاصي ومكائد المتنصرين، ورأى أن أرض قلوب الناس قد فسدت وكل قرية عامرة ومزارع صلاحها تعطلت، وغلبت الضلالة على كل بر وبحر، وأفواج الفتن من كل جهة ظهرت، وقل أثر الصالحين. ورأى الناس أنهم قد مالوا إلى اعتقادات ردية فاسدة، وعزوا أمورا إلى حضرة الوتر سبحانه يجب تنزيهه عنها. ورأى أن النصارى جعلوا عبدا عاجزا إلها، وخرقوا لإثبات الألوهية دلائل من التوراة والإنجيل بتأويلات منحوتة من عند أنفسهم، وصاروا في الأرض أئمة المفسدين.
وقد أضلوا خلقا كثيرا وارتبط بهم كل قلب فاسد ارتباط ذرار الشيطان بالشيطان، وجاءوا من لطائف حيلهم بسحر مبين، يستجلبون الناس إلى دينهم بأنواع من التدابير التي لا نهاية لها، فرغب إليهم كثير من عبدة الأوثان وجهلاء المسلمين المحجوبين، وأذعن المرتدون لهم وصدقوا مفترياتهم وآمنوا بتمويهاتهم ودخلوا في دينهم الباطل ونزعوا عن أنفسهم ثياب دين الإسلام، وغشيهم الغي كالسيل المنهمر وأدركهم العطب كالوباء العام، فهلكوا مع الهالكين، وما بقي قوم في الهند ولا قبيلة في هذه الديار إلا دخل بعض منهم في دين التنصر إلا ما شاء الله، وكانت هذه بلية عظمى على دين الإسلام ما سمع نظيرها من قبل وما وجد مثلها في الأولين. ولو فصلنا أنواع فتنتهم وأقسام مكائدهم لرأيت أمرا يهولك الاطلاع عليه، ولملئت خوفا وحزنا ولبكيت على مصائب المسلمين. وما كان دليلهم على ألوهية المسيح إلا أنهم زعموا أنه خلق الخلق بقدراته وأحيا الأموات بألوهيته، وهو حي بجسمه العنصري على السماء، قائم بنفسه مقوم لغيره، وهو عين الرب والرب عينه. وحمل إحداهما على الآخر حمل المواطأة، وإنما التفاضل في الأمور الاعتبارية أزلي أبدي وما كان من الفانين، ويجوزون لله تنزلات في مظاهر الأكوان ثم يختصونها بجسم المسيح جهلا وحمقا، وليس عندهم على هذا من دليل مبين. إذن حضرته هنا يبين هذه الفتنة يعني المسيحية والتي يعني والتنصير الذي جاء مرافقا للاستعمار البريطاني للهند. تحدث حضرته أن هؤلاء الذين اتخذوا المسيح إلها لهم، وأنهم يعني قد يعني لم ينزهوا الله عز وجل، واعتبروا هذا المسيح الإنسان اعتبره إلها خالقا وموجود في السماء بجسده العنصري، ويقول أنهم هؤلاء النصارى قد جاءوا بحيل ومفتريات على الإسلام، استطاعوا أن يضلوا كثيرا من الناس مسلمين وغير مسلمين إلى النصرانية. يقول حضرته إن هذا التنصير الذي حدث في وقت بعثته لم يحدث قط من قبل، ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن ينزل المسيح في ذلك الوقت. هذا التزامن، يعني الله عز وجل هو الذي يصطفي، وهو الذي يعلم متى يصطفي. فالمسيح الموعود عليه السلام ميرزا غلام أحمد عليه السلام أختاره الله في هذا الوقت الذي بدأت فيه الحملات التنصيرية بشكل ممنهج ومنظم ومكثف ومدعوم بقوى مادية، يعني مدعوم من الاستعمار، وذلك لتحقيق الأهداف يعني الاستعمارية. يقول أنها حضرته أن هذه الفتنة لم تكن من قبل، وأنها يعني فتنة مؤلمة، لأنهم هاجموا الإسلام وهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا أن يخدعوا كثير من الجهلاء من المسلمين إلى يعني دينهم. فحضرته يبين هذه النقطة الخطيرة، ويبين مهمته أنه لابد أن يكسر الصليب تحقيقا لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسيح عليه السلام عندما ينزل يكسر الصليب، وكسر الصليب هنا إبطال العقائد النصرانية الزائفة
يعني الباطلة. هذه هي أحد مهام المسيح الموعود عليه السلام، هي كسر الصليب الذي سيكون في أوجته، في أوجه، في قوته. وفعلا كانت المسيحية في وقت المسيح الموعود عليه السلام كانت في أوجها، حملات التنصير كانت في أوجها، فتصدى لهذه الحملات وبين زيف العقائد المسيحية. أعزائي المشاهدين، نخرج لفاصل قصير، ابقوا معنا. وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح. علمي من الرحمن ذي الآلاء، بالله حسن الفضل لا بدهاء. كيف الوصول إلى مدارج شكره؟ نثني عليه وليس حول ثنائي. الله مولانا وكافل أمرنا، الله مولانا وكافل أمرنا، في هذه الدنيا وبعد فنائي. لولا عنايته بزمن تطلبي كادت تعفيني سيول بكائي. بشرى لنا، بشرى لنا، إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغماء. الله كهف الأرض والخضراء، رب رحيم ملجأ الأشياء. الله مقصد مهجتي وأريده، في كل رشح القلم والإملاء. يا أيها الناس اشربوا من قربتي، قد ملئ من نور المفيض سقائي. والله نحن المسلمون بفضله لكن نرى جهلا على العلماء. والله نحن المسلمون بفضله لكن نرى جهلا على العلماء.
نختار آثار النبي وأمره، نقفو كتاب الله للآراء، شمس الهدى طلعت لنا من مكة، شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، يا ربنا افتح بيننا بكرامة، يا ربنا افتح بيننا بكرامة، يا من يرى قلبي ولب لحائي، يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي. وإن الحر يفهم قول حر، وتشفي صدره الكلم الفصاح. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية، نحن معكم ونستمر بما أجى به حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويقول: فيا حسرة على قومي، إنهم ما عرفوني وكذبوني وسبوني وكفروني ولعنوني كما يلعن الكافرون، فتصدى كل أحد منهم بالغلظة والفظاظة والغيظ والغضب والاستيشاط، ودرأنا بالحسنة السيئة، ولكنهم ما تجافوا عن الاشتطاط، وما سمعوا قول ناصح، ونسوا وألغوا وعيد الله الذي أعد لقوم مجرمين، وصدوا خلق الله عن سبيله، وأرادوا أن يطفئوا نور الحق بأفواههم، وقاموا في كل طريق عنيد، فلأجل شرورهم سأمت التكاليف وتعنيت، ومع ذلك خاطبتهم بألين القول وطريق الرفق والموعظة الحسنة، ومهلتهم وعفوت عنهم صبرا مني، فإنهم لا يرون مجالي الحق وظهوراته، ولا يعرفون المعارف الدقيقة ومآخذها، ولا يقبلون جنوبهم إلا كالنائمين، ويجادلونني في أسراري قبل أن ينظروا فيها ويفتشوا حقيقتها، وقد عجزوا أن يحتجوا علي بوجه المعقول والمنقول، وسقطوا علي كالجهلاء والسفهاء، وأرادوا أن يغلبوا بالسب والشتم والتكفير والبهتان، وقفوا ما لم يكن لهم به علم، وتركوا سبيل المتقين، وما تركوا شيئا من سوء الظن وترك الأدب والافتراء والقيام بمخالفة الحق، وما شهدوا إلا بزور، وما جادلوا إلا بمكائد الشياطين،
فلما اضطرمت نار الفساد بأيديهم وانطلقت إلى دخان الفتن أرجلهم، سألت الله ربي أن يعينني من لدنه ويؤيدني من عنده، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فأيدني ربي بآيات وأنار أمري ببركات وأتم حجتي على الطالبين، ولكنهم ما خلوا سبيلي وما كانوا منتهين وجحدوا، وقد تبين الرشد من الغي وحصحص الحق، فأعجبني إنكارهم وقساوة قلوبهم، إنهم رأوا علامات صدقي وآيات قبولتي وما رجعوا إلى الحق وما كانوا راجعين. يا حسرة عليهم، إنهم لا يفهمون حقيقة الواقعات ولا يقبلون الآيات، بل يحتالون عند رؤيتها ويتعامون مع وجود الأبصار، ويفترون علي أشياء ويريدون أن يطفئوا نور الإسلام، وصاروا ظهيرا للكافرين، وكان الحق واضحا صريحا مشرقا كالشمس، ولكنهم أخذتهم العزة والحسد والبخل، فطبع الله على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فما استطاعوا أن يروا الحقيقة كالمبصرين. إنهم شابهوا اليهود ونزلوا منازلهم بتوارد الأعمال والأفعال والنيات والخواطر، ووقع هذا التوارد كما يقع الحافر على الحافر، وما انتهوا بل يزيدون في كل حين. يعني حضرته في الاقتباس الأول استعرض الفكرة أو الفتنة النصرانية، النصارى وهم حسب معتقدنا يعني القساوسة أو هم الدجال، أي القساوسة الذين يعني قد يعني نسجوا الأكاذيب والافتراءات ضد الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، واتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين بتهم شنيعة. وهؤلاء القساوسة الذين جاءوا لنشر المسيحية، الذين هم الدجال حسب يعني معتقدنا وحسب بين حضرة المسيح الموعود عليه السلام، كانوا مدعومين بقوى يأجوج ومأجوج، يعني القوى الاستعمارية، ولذلك كان مخطط مدبر له ومنظم ويعني مدعوم على مستوى دول. لذلك كانت هذه الفتنة كبيرة جدا، وكان الخطر محدق بالمسلمين في شبه القارة الهندية. لذلك حضرته تصدى لهذه الفتن وكشف زيف معتقداتهم ويعني أظهرها للعيان، وبالتالي هو حقق يعني نبوءة الرسول عليه السلام، لأن المسيح عليه السلام عندما ينزل سيكسر الصليب، بمعنى أنه سيبطل العقيدة المسيحية، وليس أن المسيح عليه السلام سيدخل إلى الكنائس ويكسر الصلبان، أصلا هذا يعني يتنافى مع التعليم الإسلامية. ثم أن حضرته ينتقل إلى نقطة أخرى، أنه بالرغم أنه قام بمهمة الدفاع عن الإسلام أمام هؤلاء النصارى يعني المتوحشين، إلا أن أبناء جلدته من المسلمين انبروا لتكفير حضرته، فهو بدلا من أن يقفوا إلى جانبه في يعني إبطال يعني مخططات النصارى المدعومة من بريطانيا والدول الاستعمارية، إلا أن هؤلاء بدلا أن يقفوا إلى جانب المسيح الموعود عليه السلام، إنما هم كفروا وسبوه وشتموه وتحايروا عليه، وحتى أنهم رفعوا قضايا ملفقة ضد حضرته أمام الحكومة الإنجليزية في ذلك الوقت، وهم طبعا من المشايخ من قاموا بهذا العمل، وقالوا إن هذا الشخص يدعي أنه المهدي ويريد أن يعمل ثورة وكذا وكذا، ومن جهة أخرى يقول للناس أنه يعني
يعني يتهمونه بالعمالة وإلى آخره، يعني سلوك مزدوج يعني متناقض. حضرته يقول لهم إن هذا التكذيب وهذا الافتراء والتكفير ليس هو سبيل المتقين، إنما سبيل المتقين هي الاستماع والتبين والتحري وليس سوء الظن. فعندما أشعلوا هؤلاء المشايخ الفتنة ضد حضرته، توجه حضرته ليقدم لهم أدلة وآيات ومعجزات على صدقه، ولكن كما هي سنة الكفار وسنة المحتجين والمعارضين في كل عصر أنهم يكذبون، وعندما يأتيهم المبعوث بالآيات والحجج فإنهم عنها معرضون، يعرضوا عنها ولا يؤمنوا بها. يقول حضرته أنه أخذتهم العزة بالإثم والحسد والاستكبار وطمس على قلوبهم، فلم يروا هذه الآيات وهذه المعجزات. المؤمن كما يذكر القرآن لا يطلب آية لكي يصدق، إنما نقاء قلبه وطهارة قلبه هو تجذب هذا النور فيرى هذا النور ويرى الحق. أما الكفار كما يبين القرآن في البداية هم يكذبون ويعرضون، وعندما يطلبوا آية يزدادوا استكبارا وإعراضا وبالتالي لا يريدون الإيمان. معنا اتصال الأخ العزيز محمد فالي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخي محمد، أهلا وسهلا بك. وحياكم، جزاكم الله أحسن جزاء وشكرا جزيلا على هذا البرنامج النير. الله يبارك. أشكر كل الإخوة معك في الأستوديو وأشكر كل الأحمديين في العالم وكل إن شاء الله الإنسانية. حياكم الله، جزاكم الله أحسن جزاء. تفضل أخي العزيز محمد. شكرا. على كل حال الكلام يطول ويكثر في هذا الحديث. على كل حال، وسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لم يأتي من فراغ، إنما جاء من عند الله سبحانه عز وجل، وقد جاء بآيات بينات يعني لا نستطيع إحصائها لأنها منظومة متكاملة يعني. ونحن الناطقين باللغة العربية نشهد شهادة تامة وكاملة على أن الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو مبعوث من الله سبحانه عز وجل، وهو الخادم السابق لسيدنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء في كتبه يشهد على صدقه. لقد قرأنا كتب الإمام عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، وخصوصا تلك المنظومة المتكاملة في تفسير سورة الفاتحة من كرامة الصادقين وإعجاز المسيح والتبليغ ومرآتي، يعني كثير من الكتب التي بالفعل قد فتحت أعيننا وعرفتنا بكثير من الأمور التي كنا نجهلها في إسلامنا. نعم. والحمد لله والشكر لله على هذه النعم. الحمد لله رب العالمين. نعم أخي محمد معك. شكرا جزيلا لكم. إذا كان هناك سؤال فأنا مستعد للإجابة يعني. صراحة أسئلة لا توجد، نحن نتيح الفرصة للمشاركين أن يقدموا ما عندهم إن كان عندهم أي ملاحظة أو أي شيء يحب أن يشاركون معه به، فنحن نسمع منكم. جزاكم الله أحسن جزاء. شكرا جزيلا وجزاكم الله أحسن جزاء. وكما قلت لك الأمر يطول في الحديث عن الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وخير دليل على صدقه هو رؤية الدواء الذي جاء به واستعمال الدواء الذي جاء به. فمعارضة المشايخ لهذا الكنز الكريم هو المرض الذي بعث الله عز وجل من أجله الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فرفضهم للإمام المهدي والمسيح الموعود هو دليل على وجود هذا المرض الذي من أجله بعث الله الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ليستأصل هذا المرض من أمة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام ويرجعها إلى جادة الصواب وإلى الإسلام الحقيقي الذي نرى اليوم خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى نصره العزيز يجوز ويبذل كل مجهوده من أجل نشر الإسلام الحقيقي والسلام الحقيقي في قلوب الإنسانية جمعاء، وخصوصا
في أمة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله لنا ولكم الخير، وشكرا لكم على هذا البرنامج وجزاكم الله أحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم أخي العزيز محمد فاري من الجزائر، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ عبد القادر تفضل. يقول حضرته: والذين من الله عليهم بالهداية وأراهم نهج الصدق والصواب فأولئك الذين ينظرون إلي بحسن الظن ويفكرون في أمري بنور القلب فينبئهم نورهم بحقائق صدقي ويقبلون ما أقول لهم ولا يشابهون تلك السفهاء الجهلاء ويسلكون مسلك الأتقياء ويتبعون السبل السعداء ويأخذون أدب الصلحاء وقد أنزل الله عليهم سكينة من عنده وجعلهم من المستيقنين يتقون الله ويخافون مقامه وليسوا كالذي يذر الآخرة ويلغيها ويحب العاجلة ويبتغيها ويظلم الفئة الصالحة ويؤذيها ويسعى في الأرض ليفسد فيها ويضل أهلها ويكفر قوما مؤمنين. إن بعض علماء هذه الديار لم يزالوا يبتغون بي الغوائل ويريدون بي السوء ويتربصون علي الدوائر ويتطلبون لي العثرات ويكتبون فتاوى التكفيرات، وكنت أقول في نفسي: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فألهمني ربي مبشرا بفضل من عنده وقال إنك من المنصورين فيما وقال: يا أحمد بارك الله فيك، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين، وقال: قل إن افتريته فعلي إجرامي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات الله وإنا كفيناك المستهزئين، وقال: أنت على بينة من ربك رحمة من عنده وما أنت بفضله من مجانين ويخوفونك من دونه إنك بأعيننا سميتك المتوكل يحمدك الله من عرشه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأدخل الله سبحانه في لفظ اليهود معشر علماء الإسلام الذين تشابه الأمر عليهم كاليهود، وتشابهت القلوب والعادات والجذبات والكلمات من نوع المكائد والبهتانات والافتراءات. إن تلك العلماء قد أثبتوا هذا التشابه على النظارة بأقوالهم وأعمالهم وانصرافهم واعتسافهم وفرارهم من ديانة الإسلام ووصية خير الأنام صلى الله عليه وسلم وكونهم من المسرفين العادين. ويقول حضرته: وكنت أظن بعد هذه التسمية أن المسيح الموعود خارج، يعني حضرته في ذلك الوقت لم يعلم أنه هو المسيح الموعود، لذلك يقول: كنت أظن بعد هذه التسمية أن المسيح الموعود خارج وما كنت أظن أنه أنا حتى ظهر السر المخفي الذي أخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء من عنده، وسماني ربي عيسى بن مريم في إلهام من عنده وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إن جعلناك عيسى ابن مريم
وأنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق، وأنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي، وإنك اليوم لدينا مكين أمين. فهذا هو الدعوة الذي يجادلني قومي فيه ويحسبونني من المرتدين، وتكلموا جهارا وما رجوا لملهم الحق وقارا، وقالوا إنه كافر كذاب دجال، وكادوا يقتلونني لولا خوف سيف الحكام، وحث كل صغير وكبير على إيذائي وإيذاء أصدقائي، والله يعلم تطاول المعتدين. أستاذ العزيز، معنا اتصال الأخ العزيز ابن عمر من السنغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي العزيز ابن عمر، أهلا وسهلا بك، تفضل. مرحبا الأخ، كيف حالكم؟ حياكم الله. حياكم الله، ونحييكم ونحيي ضيفنا العزيز عبد القادر. حياك الله، ونحيي الإخوة المشاهدين الكرام. تفضل أخي العزيز. ونتمنى لكم توفيقا من الله المولى جميعا. جزاكم الله، ويجازيكم على ما تقدمونه من هذه الكنوز الدفينة القيمة. بارك الله بكم. على كل نشارك لحمد الله فقط وشكره على ما من علينا من إيمان بمسيحه الموعود عليه الصلاة والسلام، وسائلا المولى أن يهدي الآخرين أيضا لما هو الحل الوحيد لهذا العالم. آمين. هو الاتباع بخادم الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على كل حال لو تركزنا إلى نقطة واحدة فقط، عظمة أعمال الإمام المهدي حضرة مرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام، سيكفينا ذلك وسيهدينا، لأن التجديد الذي جاء به والكتب التي ألفها قد غطت مختلف جوانب الحياة، ولو نظرنا فيها نظرة فاحصة لتبين لنا استحالة أن تكون قد صدرت من متقول، فلا بد أن تكون قد صدرت من إنسان قد بلغ الذروة في الصدق والشرقة، وهي بالتالي ألا أنه صادق فيما نسبه إلى الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الآخرين إلى هذه النعمة، ويثبتنا نحن، اللهم آمين، ويفرج عن الأحمديين في كل مكان، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله أحسن جزاء أخي العزيز ابن عمر من السنغال. ونستمر بما أجابه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. والله إني على بصيرة من ربي، وعندي شهادات من الله وكتابه وإلهامه وكشفه، فهل من طالب يأخذ سهم رشده مني؟ ويأبى دواعي البخل والحسد، ويقبل الحق كالمسترشدين، ولا أظن أحدا من العاملين المتقين أن يقدم غير القرآن على القرآن، أو يضع القرآن تحت حديث مع وجود التعارض بينهما، ويرضى له أن يتبع أحاد الآثار ويترك بينات القرآن، ويؤثر الشك على اليقين ويختار الجهل بعدما كان من العارفين. أستاذ الكريم، في هذه الاقتباسات التي قدمناها خلال هذه الحلقة، حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ماذا يطلب منا؟ يطلب منا أن نرجع ونستند إلى القرآن الكريم، أن لا نقدم شيء على تعاليم القرآن الكريم. فيعني يقولون للأسف الشديد بأن يلبسون التهم والافتراءات في حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويقولون بأنه جاء بكتاب غير القرآن. فإن كان هذا فعلا، فلماذا يقول لنا بأن نرجع إلى القرآن مرة وثانية؟ فيعني في آخر هذه الحلقة، إن تريد أن تقدم يعني ملخص لما جاء به ونصحا للمشاهدين، تفضل بعد ذلك. يعني هو حضرته يعني في هذه الاقتباسات
يقدم تحذيرا لعلماء المسلمين، وهذا التحذير يعني قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يأتي على أمتي كما أتى على بني إسرائيل. وحديث آخر: لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع. فسألوا صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء الذين سنتبع؟ فقال: اليهود والنصارى. وهذه هو وهنا الخطورة، أن عندما جاء يعني الأنبياء لبني إسرائيل كانوا يعني يواجهونهم يعني بالتكفير والمعارضة ولي أعناق النصوص. فيقول حضرته أنه تشابهت قلوبهم بكل أسف. يعني لماذا هذه الاتهامات؟ حتى لو يعني فتشنا الكتب المقدسة سنجد أن هناك اتهامات للأنبياء لا تليق لأن يتهم بها الناس العاديين. يعني أن الأنبياء حسب وجهة نظرهم يفعلون المعاصي والكبائر ويرتكبون الجرائم. إذا ممكن أن نختصر لما يشير بأن يعني الوقت يعني بقى. هذه القضية أن يعني مرضى النفوس يتهمون الصلحاء والأتقياء والأنبياء بتهم شنيعة، وهذا ما يحدث اليوم بكل أسف مع المسيح الموعود عليه السلام. أعزائي المشاهدين، قدمنا لكم اليوم من كتب المسيح الموعود عليه السلام، من كتاب تحفة بغداد التبليغ ومن حمامة البشرى، قسم لا بأس به من الاقتباسات. إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة سنقدم لكم المزيد وفي مواضيع مختلفة. وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن الحر يفهم قول حر، وتشفي صدره الكلم الفصام.